Hello everybody, how are you today? I hope everything is fine with you. So today inshallah we are going to talk about imperative and negation. يعني رح نحكي عن أفعال الأمر وأفعال النهي. تمام؟ هلأ هي القاعدة كثير سهلة ما حد يستصعبها. So it's really easy and you have to use it يعني in your daily life. تستخدمها بحياتكم دائما. So let's start with the imperative. Okay, we use the imperative form. أنا بستخدم الشكل الفعل الأمر. ليه؟ عندي غاية من استخدام أفعال الأمر واللي هي to force someone to do something. إنه أنا أجبر شخص أو أأمر شخص بإنه يقوم بشيء معين. Right? هلأ أنا بالنسبة لأفعال الأمر كيف شكلها؟ هي عبارة عن فعل مثل ما هو يعني بدون أي إضافة infinitive verb مجرد without any additions بدون أي إضافة. أوكي إيش يعني الإضافات؟ ممكن يكون ing أوكي ممكن يكون ed ممكن يكون s es right so أنا هون لما أستخدم فعل الأمر ما رح أستخدم معاه ولا أي إضافة يعني يجيني الفعل الverb infinitive مجرد مثل verb 1 اللي هو speak, walk, play, eat. For example, let's see the picture. هلأ هذا الشخص بده يسكر الشباك إحنا بدنا نؤمره نحكي له close that window please. طبعا إحنا عشان نؤمر بأدب وتكون طريقة مهذبة in a polite way يعني we use please نستخدم كلمة please. طلعوا هون close عبارة عن فعل أمر كيف ميزناها؟ أول شيء أجت مجردة ثانيا والأهم إنه لا تسبق بفاعل ما عندي شيء ما عندي هي ما عندي it ولا they جاي لحالها في بداية الجملة close that window please close that window please أغلق ذاك الشباك رجاء. See the second picture. الأطفال عمالهم بيرموا القمامة يعني بالسلة تبعتها. أنا لو بدي أأمره البنت بتحكي له throw the rubbish here please ارمي القمامة هنا رجاء أو إذا سمحت. هاي لاحظوا throw بمعنى يرمي أو ارمي أجت مجردة بدون أي إضافة وما سبقت بفاعل ما فيها هي. Sorry. The third picture. الصورة الثالثة. أنا بدي أحكي للزلمة هاد إنه ينظف الشباك. بحكي له clean the window please. برضو ارجع لاحظوا إنه clean ما معها ولا أي إضافة ما سبقت بفاعل أجت لحالها. نيجي للنيجيشن اللي هو النهي. أنا بدي أنهي شخص عن فعل معين. We use negation to force someone not to do something. أجبر شخص إنه ما يعمل هالشغلة. أنا بدي أنهي إذا بدي أستخدم don't. We use don't زائد verb one. يعني don't close, don't speak, don't play. مثلا as you see in this picture this boy is shouting عماله بيصرخ. أنا بدي أمره أحكي له ما تصرخ بحكي له don't shout. لاحظوا don't ما بقدر أستخدم doesn't ولا didn't ولا will فقط don't لأنه أنا بكون موجه الشخص موجه الكلام للشخص اللي قدامي يعني اللي هو you كمخاطب right. لاحظوا أنه ما سبقت بفاعل don't shout. The second picture, البنت عمالها بترمي القمامة بالريفر. She is throwing the rubbish in the sea or in the river. أنا بدي أمرها بحكي لها don't throw the rubbish in the river. Don't. هون أنا نهيتها. تمام؟ نهيتها عن رمي القمامة في البحر أو النهر. Right? طبعاً don't ما بتيجي doesn't زي ما حكينا ولا بتيجي didn't. Throw برضو فعل مجرد وما عندي فاعل هون. This picture, as you see, this boy is angry. معصب. فأنا بدي أنهي بحكي له ما تفقد صوابك. ما تفقد أعصابك. Don't lose your temper. Don't lose your temper. Don't استخدمتها للنهي.
تمام. إذا أنا لو بدي أأمره بأنه يفقد أعصابه راح أشيل don't، أحكي lose your temper، افقد صوابك، ولكن أنا بدي أنهي فبضيف don't. هيك بتكون القاعدة خلصت. I hope that you enjoy the video. بس بدي إياكم تعرفوا أنه فعل الأمر عبارة عن استخدام فعل مجرد بدون أي إضافة في بداية الجملة، والنهي بستخدم don't مع الفعل المجرد، ما عندي أي إضافات مع الأفعال، ما عندي فاعل. So if you have any questions, just write it down and good luck.